لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية سرقة خزنة مال في المنام للإمام ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية سرقة الذهب من الخزنة في المنام علامة على فقدان الأموال وقلتها تلك الفترة. من يرى في حلمه أن الخزنة قد سرقت دليل على الصحة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا والبركة في حياته. رؤية الشخص أنه سرق أموال من داخل الخزنة علامة على خير يناله صاحب الرؤيا أو وظيفة جديدة سيحصل عليها تلك الفترة. تشير رؤية سرقة الشخص خزينة في المنام دليل على وجود عدو أو شر أصاب به وعليه الحذر. تدل رؤية سرقة جواز السفر في المنام علامة على مواجهة صاحب الرؤية الكثير من الأمور الصعبة في حياته تلك الفترة. حلم سرقة الجواز السفر في المنام دليل على معاناة صاحب الرؤية بشكل كبير تلك الأيام. رؤية الشخص أنه سرق منه جواز السفر علامة على وقوعه في مشكلة كبيرة ومصيبة يعاني منها فترة من الوقت. حلم الشخص أنه سرق منه جواز السفر دليل على أمور سيئة للغاية تواجه صاحب الرؤية خلال تلك الأيام، والله أعلم. من يرى في المنام أن شخصا ميت سرقت جثته وكان يبحث عنها علامة على شر يصيب صاحب الرؤية تلك الأيام. سرقت جثة شخص ميت في المنام دليل على مكروه يصيب صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الفترة. رؤية الشخص أن جثة الميت قد سرقت وكان يبحث عنها دليل على الهموم والأحزان التي يعاني منها صاحب الرؤية هذه الفترة. حلم الشخص أنه يبحث عن جثة ميت سرقت منه إشارة إلى دخوله في مصيبة كبيرة للغاية هذه الأيام. سرقة الجواريب في المنام علامة على أزمة كبيرة يتعرض لها صاحب الرؤية خلال تلك الفترة. من يرى في حلمه سرقة الجواريب دليل على حصوله على شيء غالي فقده بعد مدة طويلة. رؤية الشخص سرقة الجواريب دليل على الكرب الشديد الذي يعاني منه صاحب الرؤية تلك الأيام. رؤية الشخص سرقة الجواريب علامة على أزمة مادية كبيرة يعاني منها صاحب الرؤية هذه الفترة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.